أستاذة نسمة، حضرتك مدير المكتب الفني لهيئة تنشيط السياحة؟ لا، مدير المكتب الفني رئيس قطاع السياحة الداخلية. السياحة الداخلية اللي احنا بنعمله ده السياحة الداخلية؟ أيوه. تمام، هو باختصار السياحة مضروبة في مصر ليه؟ لأن الأوضاع بس مش مظبوطة، ويعني الأحوال السياسية اللي أنت شايفها وعارفها طبعا هي اللي مبرجلة الدنيا مش أكتر يعني. تفتكر إن حصل؟ لكن احنا أصلا بلد سياحي. مظبوط. احنا أصلا بلد سياحي، بس اللي حاصل ده هو اللي عامل البرجلة، هو اللي عامل الدروب أو اللي عامل الانخفاض الجامد ده. تمام. تفتكري حظر التجوال مؤثر على النشاط السياحي بنسبة كام في المية؟ لا ده بنسبة كبيرة طبعا، لأن احنا عندنا حاجات كتيرة كانت بتشتغل من بعد الساعة 7 أو من بعد الساعة 12، زي كل أماكن السهرات. أماكن السهرات طبعا دي كلها المسارح والسينمات كل ده بتجيب عائد، فكله لما طبعا. بس هي لغايه فتره معينه وبعد كده ان شاء الله الدنيا هتروق وهترجع السياحه لوضعها الطبيعي. طيب حضرتك بنفسك مريت معانا بتجربه الدخول لمنطقه الاهرامات وشفت المعامله السيئه من الامن ومن القائمين على الحفاظ على منطقه الاهرامات، هل في راي حضرتك الشخصي دي طريقه تتناسب مع ناس نفسها اصلا يبقى في سياحه في مصر؟ لا، هي بس مش هم، انتوا بس ما تاخدوهاش كده، هي هم بس من خوف يعني على 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 الناس اللي جوه الدايره اللي هي فيها زياره الاهرامات، علشان ما يحصلش فيها بس اي حاجه ممكن تضر البلد، لكن هم يعني دي حاجات بتبقى غصب عنهم يا فندم، بتبقى تعليمات يعني. يعني دول حسسونا ان احنا داخلين نسرق الهرم مش نتفرج على الهرم يعني. لا لا لا، دي بلدنا اصلا، دي بلدنا وبلدهم برضو، بس هم برضو بيحافظوا عليها، انتوا بس واخدتوها بشكل مش كويس يعني. بس هي الحقيقه دي محافظه علينا ومحافظه على السياح اذا كانوا موجودين، ومحافظه على المصريين برضو بالاكتر. بس الف شكر لحضرتك. العفو يا فندم، شكرا جزيلا كمان. مرسي جدا يا فندم، شكرا.